دونك تنزيلا لتعليمات ساميه لصاحب الجلاله وضعت الخطوط المعركيه برنامج جديد، برنامج استثنائي و تاريخي اللي غادي يمكننا باش نسهلوا الماموريه الجاليه المغربيه باش يدخلوا بما يخص العوده للوطن. هاد التدابير الجدد غتضمن ثلاثه ديال المحاور. المحور الاول هو جسر جوي ما بين المغرب وتقريبا 80 وجهه. الجزء الثاني هو اسعار في متناول الجميع وخصوصا افراد الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج. هاد الاسعار تمشيو من 97 يورو الى 150 اورو بما يخص الجاليه المغربيه المقيمه في اوروبا، وما بين 240 اورو الى 300 اورو بما يخص المقيمين في افريقيا روسيا وتركيا، وبما يخص الجاليه المغربيه المقيمين في كندا والولايات المتحده الامريكيه الاسعار غتمشي من 500 اورو الى 600 اورو. وثالث محور وهو غنردو نعاودو النظر لهذا البرنامج الرحلات وغنزيدو ونعزو عدد المقاعد بتقريبا 50% باش نجاوبو ايجابيا للطلب اللي غادي يكون اللي بدا بما يخص هذه العمليه. وان شاء الله هذه العمليه غادي تمشي من بدات البارح في 13 يونيو وغادي تدوم حتى 30 شتنبر.